فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجواب على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الجارية على ما قالت بل تبسم لها لأنها صغيرة؟ يقول مؤمنة، يقول اعتقها فإنها مؤمنة. ومن قال أنه تبسم لها لأنها صغيرة؟ من قالك أنها صغيرة؟ الصغيرة تسأل، سأل الإنسان الكبير يفهم. أولا يتحذلقون والعياذ بالله، وقصدهم إبطال الأدلة والانتصار لقول المعطلة، هذا قصدهم. نعم فضيلة الشيخ، بعده يقولون أين الله مع من؟ من معنى أين من؟ هل في اللغة أن أين تأتي بمعنى من؟ لكن هم يتخبطون والعياذ بالله. نعم